مساء الخير مشاهدينا الكرام. عناوين النشرة الرئيسية: جلالة الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة التي انطلقت أشغالها اليوم بمدينة أكادير، ويؤكد جلالته على أن التطبيق الفعلي للجهوية المتقدمة يظل رهينا بوجود سياسة جهوية واضحة وقابلة للتنفيذ. بأكادير دائما التوقيع على الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة الجهات لاختصاصاتها بين رؤساء الجهات الاثني عشر وعدد من الوزراء يمثلون مختلف القطاعات ضمن فعالية المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة. مستقبل إفريقيا، التحديات والآفاق بالنسبة للشباب، موضوع الدورة الثامنة لقمة الطلبة والشباب الأفارقة المنعقدة بالرباط برعاية ملكية سامية. مجموعة المكتب الشريف للفوسفات تواصل جولتها عبر المناطق الفلاحية في إطار آليتها المتنقلة المثمر إقليم تونات، محطة للتوعية بالاستعمال المعقلن للأسمدة في زراعة الحبوب والأشجار المثمرة. أهلا بكم. بداية التفاصيل إذن من أكادير التي تحتضن اليوم وغدا أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية الموسعة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. الجلسة الافتتاحية تميزت بالرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين في هذه المناظرة، والتي أكد فيها جلالته على أن التطبيق الفعلي لمختلف مضامين الجهوية المتقدمة يظل رهينا بوجود سياسة جهوية واضحة وقابلة للتنفيذ في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. للمزيد من التفاصيل حول أشغال اليوم الأول نفتح الاتصال المباشر من أكادير مع لطيفة بن حليمة. مساء الخير لطيفة، تفضلي. مساء الخير نادية، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر من مدينة أكادير. محطة هامة اليوم في مسيرة تفعيل ورش الجهوية المتقدمة الطموح وأحد أبرز المشاريع الإصلاحية التي التزمت بها المملكة المغربية، محطة تجسدها المناظرة الوطنية الأولى حول الجهوية المتقدمة التي انطلقت صباح اليوم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تنظمها وزارة الداخلية بشراكة مع جمعية جهات المغرب. أبرز ما ميز الجلسة الافتتاحية لهذه المناظرة الرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين، والتي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت. جلالة الملك أكد في هذه الرسالة أن التطبيق الفعلي لمضامين الجهوية المتقدمة يظل رهينا بوجود سياسة جهوية واضحة وقابلة للتنفيذ في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. ودعا جلالة الملك الجماعات الترابية والمصالح اللامماركزة والمؤسسات العمومية إلى تعبئة جميع مواردها البشرية والمالية واللوجستيكية لتوفير خدمات عمومية تستجيب لشروط النجاعة والإنصاف في تغطية التراب الوطني. مضامين الرسالة الملكية السامية مع عبد الله الشقر، عبد الفتاح الزوين، أمين عموري والمهدي مورين. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. في مستهل الرسالة الملكية السامية ثمن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مبادرة تنظيم مناظرة وطنية حول تقدم تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، والتي شملها صاحب الجلالة بسابغ رعايته السامية لما يوليه جلالته من اهتمام بالغ لهذا الورش المهيكل. الرسالة الملكية السامية أكدت على المكانة الهامة التي تحظى بها اللامركز
الحزية الترابية ببلادنا منذ الاستقلال في إدارة الدولة والترسيخ التدريجي للدور الأساسي للجماعات الترابية في مجال التنمية الشاملة بأبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. لقد قطع مسلسل الجهوية المتقدمة أشواطا هامة منذ تنصيبنا للجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة التي شكلت خلاصات تقاريرها أسس بناء النموذج المغربي الذي يرتكز على المساهمة الفعلية للجهات والجماعات الترابية في خلق التنمية المندمجة على أساس الديمقراطية والفعالية والتشاركية. مضامين الرسالة الملكية السامية سلطت الضوء على أهمية الدستور 2011 والذي جاء تتويجا لمسار من التراكمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أسست لمجتمع ديمقراطي حداثي في ظل دولة الحق والقانون. دستور كرس دور الجماعات الترابية وعلى رأسها الجهة في البناء المؤسساتي وأقر بأن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة، فالتطبيق الفعلي لمختلف مضامين الجهوية المتقدمة ببلادنا تؤكد الرسالة يظل رهينا بوجود سياسة جهوية واضحة وقابلة للتنفيذ وفقا لسياسة عمومية مبنية على البعد الجهوي. ووفق هذا المنظور حرصنا منذ البداية على تجسيد هذا النهج على أرض الواقع انطلاقا من أقاليمنا الصحراوية المسترجعة، وذلك باعتماد نموذج تنموي شامل يستجيب لخصوصياتها قوامه أوراش مهيكلة ومتعددة في خدمة انتظارات وتطلعات سكان هذه الجهات. حضرات السيدات والسادة، إن خدمة المواطنين وضمان حقوقهم مشروعة، وكما أكدنا على ذلك خلال مناسبات عديدة يجسدان الغاية المثلى للهياكل والبنيات الإدارية بمختلف تصانيفها وأنظمتها القانونية والتدبيرية. صاحب الجلالة أكد على حرصه السامي على اعتماد ميثاق لا تمركز الإداري وتفعيله على المستوى الجهوي باعتباره سندا لا منص منه لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة ودعمه بمجموعة من الإجراءات الضرورية المواكبة للرفع من فعالية ممارسة الجهات لاختصاصاتها. وهكذا فقد تم في إطار هذا الميثاق تحديد دور واختصاصات الإدارات المركزية واللامركزة وإبراز المستوى الجهوي باعتباره الإطار الملائم لانسجام السياسات العمومية ولبرمجة مشاريع مختلف القطاعات الحكومية وتفويض المهام والوسائل المادية والبشرية إلى المصالح اللامركزة، بالإضافة إلى تكريس عقود البرامج بين الإدارات المركزية وهذه المصالح. الرسالة الملكية السامية أكدت على ضرورة الانفتاح على القطاع الخاص وتمكين المبادرات الاستثمارية الخاصة من المعلومات المتعلقة بالاستثمار التي يوفرها الفضاء الترابي الجهوي. في هذا السياق يأتي إصلاح منظومة المراكز الجهوية للاستثمار كآلية لمواكبة جهود الجهات في مجال التنمية الاقتصادية، كما جاءت الدعوة الملكية السامية إلى ضرورة إيلاء أهمية خاصة للتعاون اللامركزي الدولي بشكل يتماشى مع طموحات الدبلوماسية المغربية في بعدها الإفريقي. ومن جهة أخرى، وكما سبق أن أكدنا على ذلك في خطابنا السامي بمناسبة افتتاح البرلمان سنة 2017 وفي الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في أشغال المنتدى البرلماني الثاني للجهات في نفس السنة، يجب أن تكون الاختصاصات المخولة للجماعات الترابية والمجالس الجهوية مضبوطة بما يكفي من الدقة لتفادي الارتباك والتداخلات وتكرار المهام، وأن تكون هذه الاختصاصات قابلة للتوسع تدريجيا بموازاة مع نمو مواردها البشرية والمالية.
أربع سنوات من الممارسة الفعلية بعد الانتخابات الجهوية والمحلية التي جرت سنة 2015 في هذا السياق، اعتبر جلالته أن تجربة الولاية الانتدابية الجهوية الأولى كانت مرحلة بناء لازمة ومرحلة تأسيسية لتفعيل المنظور الجديد للتنظيم الترابي اللامركزي والذي بوأ الجهة مكانة الصدارة. فالمناظرة الوطنية الأولى حول الجهوية المتقدمة تنسجم مع انشغالات صاحب الجلالة المتعلقة بضرورة تفعيل الجهوية المتقدمة، خاصة وأن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة بلوغ السرعة القصوى. إننا نؤكد على أهمية استثمار آليات التعاقد بين الجهات والدولة ومختلف المتدخلين الآخرين وتفعيلها من أجل وضع وتنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية. وإذ نسجل أن مختلف جهات المملكة قد بادرت إلى وضع برامجها التنموية وفق مقاربة تشاركية تسمح بالتفعيل السلس لهذه البرامج، فإننا ندعوها إلى العمل على إجراء تقييم مرحلي من أجل تقويم أفضل، سواء في إطار تحديد أولوية المشاريع المدرجة أو في إطار تقوية هندسة تمويل المشاريع المبرمجة، ضماناً لفعاليتها من جهة وللالتقائية مختلف السياسات والبرامج العمومية على المستوى الجهوي من جهة أخرى. وفي ختام الرسالة الملكية السامية تأكيد على تطلع جلالته إلى أن تشكل هذه المناظرة الوطنية فرصة متميزة للتفكير العميق والبحث البناء والحوار الجاد من أجل تشخيص دقيق لحصيلة تفعيل ورش الجهوية المتقدمة والخروج بتوصيات عملية من شأنها كسب رهان التنمية الجهوية والمساهمة في الحد من الفوارق المجالية وتحسين جاذبية وتنافسية المجال الترابي. أعانكم الله وسدد خطاكم وجعل التوفيق حليف أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحضر في يوم الأربعاء 21 ربيع الثاني 1441 هجرية الموافق 18 دجنبر 2019 ميلادية محمد السادس ملك المغرب. الرسالة الملكية السامية في افتتاح المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة شكلت خارطة طريق لتقييم تجربة أربع سنوات على انطلاق ورش الجهوية المتقدمة والخروج بخلاصات ملموسة للتسريع بتنزيل هذا الورش على أرض الواقع. كما جاءت الرسالة الملكية بتوجيهات واضحة لإعطاء دفعة قوية للمقاربة التشاركية داخل الجهة. روبورتاج حسين الحنشاوي، حسن سيلا، عبد الفتاح زوين والمهدي مورين. عددهم يفوق 1400 مشارك، ضمنهم منتخبون وممثلو قطاعات ومؤسسات مختلفة. حضورهم اليوم في هذا الحدث الهام الأول من نوعه على المستوى الوطني يمثل نقلة نوعية في مسار تفعيل الجهوية المتقدمة. ومن أجل تحقيق ذلك أكدت الرسالة الملكية الموجهة إلى المتناظرين على أهمية استثمار آليات التعاقد بين الجهات والدولة ومختلف المتدخلين الآخرين. جات الرسالة الملكية اللي تفتتح بها هذه المناظرة باش تأكد على هذا الورش الأهمية دياله وتسطر المسار ديال الجهوية من البداية إلى اليوم والآفاق المستقبلية، على أساس أنها واحد الأساس متين وضروري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولإنصاف الجهات اللي ما كانتش تنصفت في الماضي. بطبيعة الحال هناك ورش آخر اللي هو ورش لا تمركز الإداري اللي شرط له الرسالة الملكية واللي احنا خدامين فيه وإحنا في المراحل الأخيرة ديال إتمام التصاميم المديرية ديال جميع القطاعات اللي فيه الاختصاصات اللي غادي تنقل هذه القطاعات إلى الجهات، سواء كانت مجالس الجهات أو كانت بالخصوص الإدارات الجهوية. جات اللي تذكير بالمسار اللي صاحب الجلالة ما فتئة يلح عليه، وهذا كان تذكير كذلك على النوع الاستراتيجي لهذا الورش، للتذكير بالمراحل اللي قطعها، ولكن كذلك بالتذكير للأشواط اللي مازال خصنا ننجحوا فيها جميع،
وباش يستكمل هذا الورش ويبلغ الأهداف الحقيقية ديالو. صاحب الجلالة نصره الله يعني أكد على مكانة الصدارة للمجالس الجهوية وللجهة وللجهوية المتقدمة، أكد أيضا على أهمية هذا الورش بحكم أنه ليس فقط يعني أولا هو ورش استراتيجي، ولكن هو ورش استراتيجي لأنه إن شاء الله نتمنى أنه ولغد يعني سوف يحكم مغرب الغد، أي بمعنى أن سوف تكون هناك دينامية جهوية مقربة للساكنة التي سوف تضمن النهوض بالتنمية على المستوى الجهوي. التفعيل يمر حتما من خلال ممارسة الاختصاصات، حيث تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتكريس الديمقراطية التشاركية عناصر من شأنها تقوية الأداء الجهوي لتوفير الشغل والنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة. أنا الأوان لكي نجتمع كلنا كمستشارين جهويين، كخبراء، كمهتمين بالفعل الجهوي، لنتدارس ما حققناه، ما يمكن تحقيقه، كيف يمكن أن نساعد المستوى المركزي على تحويل يعني الاختصاصات التي الذاتية إلى الجهات. اليوم هذا أهمية المناظرة تكتسي أهميتها لأن تأتي بعد 4 سنوات من الممارسة، وأكيد أن هذه 4 سنوات قد أظهرت أن نقاط القوة ونقاط الضعف في مختلف المجالات التي تعنى بها هذه الجهوية، من اختصاصات، من حكمة مالية، من تعاقد ولا تمركز، من ديمقراطية تشاركية. مشاركتنا كأكاديميين هو للوقوف عند اختصاصات الجهة، خصوصا فيما يتعلق بالمبادئ المؤطرة لهذه الاختصاصات. فطبعا تظهر أهمية استيعاب النخب المحلية لهذه المبادئ في اتجاه تدقيقها والمرور أيضا إلى ما هو أدق في هذه الاختصاصات لتنزيلها على أرض الواقع. هو خيار استراتيجي وإطار لترسيخ الديمقراطية المحلية وفق مقاربات عملية إجرائية تأخذ في الاعتبار بعد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام الترابي. ويحضر معنا ضيفا في هذا البث المباشر من أكادير السيد إبراهيم حفيدي رئيس مجلس جهات سوس مسا. مرحبا بكم سيدي. وبداية، أكد جلالة الملك في رسالة جلالته إلى المشاركين أن التطبيق الفعلي لمختلف مضامين الجهوية المتقدمة يظل رهينا بوجود سياسة جهوية واضحة وقابلة للتنفيذ في مختلف المجالات. بصفتكم رئيس مجلس جهة، ما هي قراءتكم لهذه الرؤية الملكية؟ شكرا. أولا نحن فخورين لاستقبال هذه المناظرة الوطنية المهمة بجهات سويس مسا، لا سيما بعد الخطاب الملكي ديال الذكرى 44 للمسيرة الخضراء اللي أعطى سويس مسا مكانة لأنها وسط البلاد. فيما يخص الرسالة الملكية، هناك يعني كانت شاملة لأنها أتت بتاريخ ديال المسلسل ديال الجهوية المتقدمة اللي هو مسار لإخداه المغرب، وكذلك هاد يعني الإكراهات اللي تلقيناها من بعد 4 سنين ديال بداية تنزيل هاد يعني الورش ديال الجهوية المتقدمة. وهناك يعني نقطة اللي مهمة ودائما كتجي في الخطابات الملكية اللي هي لا تمركز الإداري، اللي لا زال ورشا، هناك يعني واحد الورشة اللي يعني خدمات على هذا الموضوع، لأن هو اللي غادي يستكمل لنا تفعيل ديال البرامج ديالنا. اليوم جل مجالس الجهات وضعات البرنامج ديالها التنموي بصفة تشاركية، وهناك عدة اتفاقيات، ولكن الاختصاصات الذاتية كذلك والاختصاصات لا زالت لم تمارس من طرف الجهات. إذن حتى هذا جاء في الخطاب الملكي، لازم يكون تدقيق ديال هاد يعني الاختصاصات باش ما يبقاش ارتباك بين يعني الجهات والقطاعات الوزارية. ويعني هناك يعني واحد النموذج، واحد الميثاق اللي وقعنا عليه كذلك لي يعني نزيدوا الممارسة ديال هاد الاختصاصات الجهوية. نعم، سنواصل الحديث بعد
أن نتابع فعاليات الجلسة الافتتاحية، حيث تم اليوم التوقيع على الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة بين أعضاء من الحكومة والجهات الاثنتي عشرة بالمملكة، وثيقة تحدد سبل التعاون والشراكة بين الأطراف المعنية في إطار تعاقدي يبرز التنزيلات أو التزامات كل الأطراف. المتابعة مع عماد أمسمير، عبد الفتاح زوين وعبد الإله الشهاب. التوقيع على الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة بين أعضاء من الحكومة والجهات الاثنتي عشر للمملكة لحظة فارقة ومؤسسة تحدد الإطار المرجعي لتفعيل اختصاصات الجهة وتدقيقها للمرور إلى مرحلة التفعيل. التوقيع سبقته مشاورات موسعة بين الجهات والقطاعات الوزارية المعنية بغية تحقيق التوافق حول قراءة موحدة لهذه الاختصاصات. وهذا التوقيع كان تتويج لهذا المرحلة التفاوضية والتشاورية، وكذلك بمثابة التزامات في إطار ميثاق لتسريع العمل المتبقى باش إن شاء الله نمارسوا هذه الاختصاصات بشكل فعلي بشكل ملموس. منهجية تشاركية إذن أفضت إلى الاتفاق على صيغة الإطار التوجيهي لتفعيل اختصاصات الجهة التي تم التوقيع عليها اليوم. هي وثيقة تستحضر في دباجتها التوجيهات الملكية السامية لتسريع التطبيق الكامل للجهوية، وتتضمن المواد التي تحدد وتبرز الالتزامات الخاصة بكل جهة والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية. المسلسل ديال الجهوية مسلسل تدريجي، مسلسل يتطلب الوقت، وقلنا اليوم بعد 4 سنوات أنا الأوان لكي نجتمع كلنا كمستشارين جهويين كخبراء كمهتمين بالفعل الجهوي لنتدارس ما حققناه، ما يمكن تحقيقه، كيف يمكن أن نساعد المستوى المركزي على تحويل يعني الاختصاصات التي الذاتية إلى الجهات. نعتبره ميثاق، هو ميثاق أخلاقي قبل كل شيء، والتزام ديال الدولة وديال الجهات بأن باش ندقوا هذه الاختصاصات، وأنها يجب أن تنفذ الاختصاصات وفق يعني خارطة الطريق، يعني حتى من أجل يعني باش أن ثمار الجهوية يجب أن تكون في متناول المواطن حتى لا يفقد يعني يفقد ثقته في هذا الورش اللي هو ورش ملكي، أعود لأقول ورش ملكي استراتيجي ومعيدي. التعاقد بين الدولة والجهات يعتبر مدخلا رئيسيا لتفعيل برامج التنمية الجهوية لبناء مشروع الجهوية المتقدمة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الاندماج والالتقائية بين التوجهات الاستراتيجية لبلادنا ورفع التحديات الراهنة والمتعددة للتنمية الجهوية المستدامة. أدوار واختصاصات عديدة خولها القانون التنظيمي رقم 111/14 للجهات لتباشر مهامها في تدبير شؤونها وفق حاجيات وانتظارات ساكنتها. نتابع تقريرا في الموضوع أعده شهاب زريوح، عدنان الهراس، نور الدين صابر وأحمد الحمري. تدبير الجهة لشؤونها يرتكز على مبدأ التدبير الحر الذي يخول لها سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداولتها طبقا لأحكام القانون التنظيمي للجهات والنصوص التشريعية المتخذة لتطبيقه. وتجسيدا لمبدأ التدبير الحر يتم العمل على مأسسة ممارسة الجهة لاختصاصاتها وتمكينها من الاطلاع بمهامها وأدوارها التنموية بشكل أكثر فعالية. هناك حاجة إلى إعادة تدقيق تقسيم الأدوار ما بين الحكومة والدولة بشكل عام وما بين الجهات. هذا عمل اشتغلنا عليه مع المصالح ديال الوزارات الداخلية وبقية الوزارات، ووقع الاتفاق اليوم أننا خصنا قبل نهاية هذه الولاية نعملوا واحد خارطة طريق واضحة ديال كيفاش غادي نفعلوا بشكل دقيق الاختصاصات ديال الجهات، كتبدا من إعادة التعريف ديالها والتدقيق ديالها التعريف، جوج نحددوا أشنو هي جميع الإجراءات اللي خصها تتخذ باش الجهات تمكن فعلا تمارس كلية هاد الاختصاصات ديالها، سواء كانت إجراءات قانونية أو تنظيمية أو مؤسساتية أو تدبيرية.
وبشكل عام تناط بالجهة مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة، وذلك من خلال تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية التنافسية الاقتصادية والاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتثمينها واعتماد التدابير والإجراءات المشجعة للمقاولة والعمل على تسهيل توطين الأنشطة المنتجة للثروة والشغل. على الرغم من أن القانون أعطى صلاحية ديال التخطيط والبرمجة لفائدة الجهات كصلاحية ذاتية، لكن اتضح بالفعل أنه ضعف الموارد المادية والمالية للجهات أثر بشكل كبير على القيام بمهامها. اليوم كما قلنا قانون المالية يتحدث على أنه 82% من استثمار العمومي هو دائما تقوم به الدولة والمؤسسات العمومية. من جهة ثانية مسيرة تفعيل التركيز الإداري ما زالت نسبيا متأخرة، على اعتبار أنه القرار سلطة إصدار القرارات لم تمنح بكيفية نهائية لفائدة المديرين الجهويين اللي هم المخاطبين الرئيسيين للجهات. كما تمارس الجهة اختصاصات مشتركة بينها وبين الدولة بشكل تعاقدي وأخرى منقولة، وتشمل بالأساس التجهيزات والبنيات التحتية ذات البعد الجهوي والصناعة والصحة والتجارة والتعليم والثقافة والرياضة والطاقة والماء والبيئة. الدولة ترصد للجهات بموجب قوانين المالية تدريجيا وبصفة تدريجية نسبا تتراوح أو محددة في 5% من الضريبة حصيلة الضريبة على الشركات، و 5% حصيلة الضريبة على الدخل، و 20% حصيلة الضريبة على عقود التأمين علاوة على ذلك، أو تضاف إلى الضرائب والرسوم والأتاوى المحصلة للجهات كذلك بموجب القوانين التنظيمية الأخرى. وبهذا يكون القانون التنظيمي للجهات قد حدد صلاحيات هامة للجهة، منها الذاتية ومنها التي تمارسها مشتركة أو قابلة للنقل بينها وبين الدولة. وفي هذا الإطار يعمل مجلس الجهة على إعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب وإحداث المرافق العمومية التابعة للجهة وطرق تدبيرها وتنظيم إدارة الجهة طبقا للصلاحيات التي يخولها له القانون التنظيمي. نعود إلى ضيفنا السيد إبراهيم حفيدي. خطوة مهمة اليوم في إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وهي التوقيع على الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسات اختصاصات الجهة. بنظركم ما هي آليات التفعيل؟ أولا هذا الإطار أتى بعد يعني عمل تفاوضي كبير، لأن رؤساء الجهات في إطار جمعيتهم يعني داروا عدة لقاءات مع القطاعات الوزارية اللي عند هذه الاختصاصات اللي كانت تركم هذه الاختصاصات الذاتية، واستعنا بخبراء، واليوم جينا باش يكون هذا الإطار التوجيهي باش يكون واحد الانخراط ميثاق أخلاقي باش نوجد واحد الجدولة الزمنية. كان أولا تدقيق ديال هذه الاختصاصات، يخص يكون واحد تدقيق، لان كما جات في القوانين يعني ما عندهاش ماشي دقيقه. نعم. ندققوها وربما تخرج مراسم قوانين اللي غادي تولينا اش غادي دير القطاعات الوزاريه واش غادي دير الجهات في هذه الاختصاصات، ومن بعد خصنا ندوزو للتفعيل ديالها باش الجهات تمارس الاختصاصات الذاتيه ديالها. اذا هذه انطلاقه، وكنتمنوا تكون جدوله زمنيه، وكما جاء في خطاب صاحب الجلاله في الرساله الملكيه، إذن هذه المؤسسة الولاية ديالنا تأسيسية، لأن هناك أعمال كبيرة قامت بها وزارة الداخلية في لا سيما المديرية العامة ديال الجماعة المحلية وجمعية الجهات، لي يعني تأسيس لي يعني نحيد بزاف ديال الإكراهات اللي تلقيناها في هذه الولاية. نعم، سنواصل معكم سيد حفيدي باقي فعاليات اليوم الأول من هذه المناظرة. هذه المناظرة التي تتميز بمشاركة أكثر من 1400 مدعو من منتخبين وممثلي قطاعات وزارية ومؤسسات دستورية ومؤسسات عمومية أخرى، إلى جانب
بجذب خبراء وفاعلين من المجتمع المدني. وقد تمحورت أشغالها في هذا اليوم الأول على ثلاث ورشات طرحت للنقاش فيها مواضيع بالغة الأهمية، لا سيما تلك المرتبطة بتقليص الفوارق المجالية ورهان التنافسية وجاذبية الاستثمار، موضوع الحكامة المالية وتمويل الجهات. كما ناقش المشاركون محور اللاتمركز الإداري والتعاقد كأسس الحكامة الجيدة لتدبير الشأن العام الترابي. المتابعة مع عبد الله شقر، أمين عموري والمهدي موري. أشغال الورشة الأولى همت بالأساس موضوع التنمية الجهوية المندمجة بين تقليص الفوارق المجالية ورهان التنافسية وجاذبية الاستثمار، فالجهوية المتقدمة رافعة قوية لإنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل والنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة وتقليص الفوارق المجالية. اليوم في مضامين الرسالة الملكية فكان إشارة قوية للقطاع الخاص، القطاع الخاص الآن كيخدم على محاور مهمة ما فيها الالتقائية بين الاستراتيجيات الوطنية والتنزيل الجهوي ديالها فيما يخص الشراكة بين عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص اللي هما لي بي بي بي، باش يمكن لينا نسرع من الوتيرة ديال الاستثمار وممكن هذا البي بي بي كيكون رافع للتمويل. الورشة الثانية خصصت لمناقشة موضوع الحكامة المالية وإشكاليات تمويل الجهات، وخلالها تم تسليط الضوء على مختلف الجوانب المرتبطة بالتدبير المالي للجهات ومنظومة الموارد المالية الخاصة بها، وذلك لتوفير الشروط اللازمة لتنفيذ السياسات العمومية على الصعيد الترابي. الورشة ناولت بصفة عامة إشكالية تمويل الجهات من لتوضيح أولا دور الدولة التي تسخر جزءا من مداخلها لتمويل الجهات، وثانيا حث الجهات على البحث عن موارد تكميلية من خلال ابتكار آليات جديدة لتمويلات إضافية. أما الورشة الثالثة فقد تناولت موضوع اللاتمركز الإداري والتعاقد كأسس للحكامة الجيدة لتدبير الشأن العام الترابي، وذلك بهدف إرساء آليات عملية لضمان فعالية ونجاعة تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري بما يحقق توزيعا متوازنا للاختصاصات والوسائل بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة. بخصوص هذه الورشة الثالثة كانت لها ثلاث كلمات مفاتيح أساسية وهي اللامركزية واللاتمركز والتعاقد، ومن التساؤلات التي طرحت كيف يمكن للتعاقد كآلية أن يحقق التضافر والتكامل بين التدخلات على مستوى اللامركزي خاصة بالنسبة للجهة التي تحتل مكانة الصدارة، وكذلك بين المصالح اللاممركزة. الجهوية المتقدمة ورش استراتيجي تؤطره مرجعيات عديدة دستورية وقانونية ومؤسساتية، والمناظرة الوطنية هذا اليوم من خلال أشغال الورشات فرصة لتعميق النقاش والتشاور العمومي بين مختلف المتدخلين لإبراز المنجزات والوقوف على التحديات لإيجاد حلول عملية وواقعية. من مدينة أكادير للأولى، عبد الله لشقر، محمد أمين العموري والمهدي مورين. إذن سيد حفيدي، ثلاث ورشات ناقشت ثلاث مواضيع بالغة الأهمية، ما هي أولى الخلاصات؟ أولى الخلاصات، أولا هناك يعني الورشات كانت مشاركة ديال يعني المنتخبين وديال الفاعلين اللي حضروا لهذه المناظرة، زرت الورشات بثلاثة، إذن كان نقاش جيد. فيما يخص الورشة الأولى اللي فيها التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك تقليص الفوارق، هناك يعني إشارة إلى أن الحمد لله بدينا واحد مشروع على الصعيد الوطني ديال تقليص الفوارق المجالية ديال 50 مليار درهم اللي كيشمل جميع الجهات، وهذا كتشارك فيه الجهات ب 40% من التمويل ديالو. إذن يعني هذا مشاريع اللي كتمس المناطق النائية واللي هي ديال الطرق القروية والماء الصالح للشرب والكهرباء والصحة والتعليم. إذن هذا يعني غادي يقلص الفوارق المجالية في جميع الجهات، وهناك كذلك يعني واحد كيخص يكون الاستثمارات باش القطاع الخاص
حتى هو يشارك في خلق الثروة وخلق يعني فرص الشغل في جميع الجهات. الورشة الثانية حول المالية، يعني المالية هناك مالية اللي معروفة يعني اللي كتجي من الدولة واللي كتجي من الجبايات، جول الجهات عندها الموارد الذاتية قليلة جدا، دابا كتخدم بالتمويل ديال الدولة ولكن لازم يعني نقلبوا على تمويلات أخرى، فجول الجهات كتلجأ للقروض، يعني القروض باش يعني تنزل المشاريع ديالها، وكذلك التعاقد اللي جاي التعاقد مع يعني القطاعات الوزارية. الورشة الثالثة اللي هي ديال لا تمركز اللي تبعتها أنا شخصيا، لأن هذه هي الورشة اللي يعني عندنا واحد التأخير في هذا لا تركيز، يعني هذا كاين واحد ارتباك في إنجاز المشاريع، لأن كندوزوا بزاف ديال الوقت أولا لبلورة يعني اتفاقيات، لأن ما عندناش يعني في الجهات المديرين الجويين اللي كياخذوا القرار لازم يتصلوا بالمركز في الرباط، وكي ناخذوا بزاف ديال الوقت ومع مساطير اللي معقده باش تكون بلوره الاتفاقيات، وكذلك واحد الوقت كثير لتفعيلها، وهذا الشيء كيعطل في الورش ديال الجهويه المتقدمه. شكرا لكم السيد ابراهيم حفيدي رئيس مجلس جهه سوس ماسا، شكرا لكم على حضوركم معنا في هذا البث المباشر. شكرا لكم. الجهوية المتقدمة ورش استراتيجي تشكل فيه الأقاليم الجنوبية للمملكة نموذجا تنمويا متعدد الأبعاد من خلال الأوراش التنموية المتواصلة والمفتوحة والتي تحققت بفضلها معدلات نمو مرتفعة. رهان التنمية بهذه الجهات تعزز بفضل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية والذي حقق طفرة نوعية في شتى المجالات. تقرير رهان التنمية بالأقاليم الجنوبية واقع فرض نفسه، تطور مذهل وعميق تشهده هذه الأقاليم بفضل البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والخدمات. مسلسل التنمية والتطور الذي تعرفه هذه الأقاليم بفضل الجهود الحثيثة والراسخة التي بذلت منذ استرجاع هذه الأقاليم إلى حضن الوطن، مكنتها اليوم من قفزة نوعية في مختلف المجالات كالتربية والتكوين والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والسياحة والبنيات التحتية. هذه الظروف العامة كلها من التنمية، المهم منها هو الاهتمام بالعنصر البشري، العنصر البشري اللي هو حاضر بقوة وسط هذه البرامج الملكية وتنفيذها. اليوم يوصل 65% بالعين المجردة على الأرض لهم الإمكانيات من الآفاق اللي غادي يخلي يبوأ هذه الجهة مكانة عنها تكون هي بوابة إفريقيا بقطب تنموي حقيقي فيه المواصفات كاملة من موانئ ومن مطارات ومن كل شيء. آفاق التنمية في الأقاليم الجنوبية هي آفاق واعدة، وخصوصا بالنسبة لجهة الداخلة واد الذهب. أنتم تعلمون بأن اليوم الداخلة تصنف بأنها أول وجهة سياحية في المغرب فيما يتعلق بالرياضات البحرية، في كذلك الميادين الأخرى في الفلاحة في الصيد البحري في اللوجستيك، المكان كذلك الداخل الاستراتيجية باعتبارها بوابة المغرب نحو إفريقيا جنوب الصحراء، يجعل بأنها كذلك أنها يكون عندها آفاق واعدة فيما يتعلق بالتجارة. رهان التنمية في جهة إقليمي موادنون هو رهان جد كبير، نتمنى أن إن شاء الله يعني الجهة يمكن أن تقوم به. بطبيعة الحال أول ما للتعامل مع رهان التنمية هو وضع ورقة طريق لما نريد بهذه التنمية، ولذلك كانت المصادقة مؤخرا في الدورة الأخيرة على البرنامج التنموي الجهوي. بفضل الرؤية الاستشرافية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، استطاع النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية خلق تنمية شاملة نظرا لعدد المشاريع المهيكلة والضخمة التي أطلقها جلالته في هذه الأقاليم. وبلغة الأرقام يؤكد المرصد الوطني للتنمية البشرية بأن جهتي العيون الساقية الحمراء والداخل وادي الذهب تسجلان أعلى معدلات التنمية على الصعيد الوطني.
فمعدلات التنمية يجد مرتفعة في هذه المناطق، وكذلك مجموعة من المتغيرات الديمغرافية وكذلك الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الاستثمارية. فالمعلوم لدى جميع العموم المواطنات والمواطنين وكذلك القائمين على تدبير الشأن العام على أن هذه المناطق هي مناطق جذب للاستثمار وتعرف حركية ودينامية واسعة فيما يتعلق بالاستثمار، وبالتالي فأين يمكن أن ننزل هذا الإمكان البشرية المادية اللوجستية وكذلك المرتبطة بالموقع الاستراتيجي الذي تحتله هذه الأقاليم الجنوبية. التنمية بالجهات الجنوبية تنمية تضع المواطن في صلب الأولويات من خلال مبادئ التشارك والإدماج لإقلاع تنموي مستدام لفائدة الأجيال الحاضرة والقادمة. النموذج التنموي بهذه الأقاليم هدفه إحداث أقطاب تنافسية تستند إلى ركائز رئيسية تهم التنمية الاقتصادية والنهوض الاجتماعي والحكامة الجيدة والاستدامة وتعزيز الربط، باعتبار الأقاليم الجنوبية صلة وصل للمغرب مع عمقه الإفريقي. وفي ختام هذا البث المباشر من أكادير، أشير إلى أن أشغال المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة ستتواصل غدا بعقد 3 ورشات تتناول اختصاصات الجهات والديمقراطية التشاركية ثم محور النموذج الجديد للتدبير في الإدارة الجهوية قبل عقد الجلسة الختامية مساء، والتي ستعرض خلالها خلاصات وتوصيات الجلسات. شكرا لكم على متابعتنا مباشرة من أكادير، وأعود إلى استوديو الأولى برباط ومعك نادية. شكرا لك لطيفة، شكرا للضيف، وشكرا كذلك للطاقم الصحفي والتقني بأكادير. إشادة من عدد من وزراء الخارجية الأفارقة بالرباط خلال مباحثات أجروها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أشادوا بدعم المغرب في تكوين شباب القارة في إطار تضامن المملكة الدائم والفعال مع بلدانها ودعم التعاون جنوب جنوب. شهاب بزريوح ومحمد تونينة. بين المغرب وموريتانيا إرادة مشتركة لفتح آفاق جديدة في العلاقات التي تجمع البلدين الجارين، وخلال هذه المباحثات تناول الجانبان مجمل القضايا الثنائية والإقليمية، حيث عبر الطرفان عن ارتياحهما للتطابق الكبير في مواقفهما السياسية حول قضايا الأمن والاستقرار والتنمية في إفريقيا. لدينا تنسيق كبير على كثير من القضايا الإقليمية وغيرها، كما تعلمون المنطقة الساحل تعيش كذلك بعض التحديات الأمنية، كما تعلمون هناك مشاورات على قضايا ما يحصل بصفة عامة في التنمية في إفريقيا، والمغرب له دور بهذا الموضوع من أشياء مهمة. إذا تطرقنا على كل هذه القضايا، وأظن أن هناك وجهات نظر متشابهة جدا وتطابق كبير فيما بيننا في هذه القضايا. التحديات التي تواجه منطقتنا والمغرب وموريتانيا هما فاعلان مهمان للأمن والاستقرار والتنمية في غرب وفي شمال إفريقيا. محادثتنا اليوم كانت مناسبة للبحث في الاستحقاقات الثنائية المقبلة، كيفية التحضير لها، كيفية تعزيز العلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين الفاعلين الثقافيين. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أجرى أيضا مباحثات مع نظيرته الغانية، تم خلالها استعراض أوجه التعاون بين البلدين خاصة في مجالات الاقتصاد والتعليم والتكوين سواء ثنائيا أو مع دول القارة. لقاء مماثل مع وزير خارجية غينيا كوناكري شكل مناسبة للتأكيد على دور المغرب الريادي في تعزيز التعاون الثنائي مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، وأيضا على أهمية تقوية العمل الإفريقي المشترك. هذه المباحثات كانت على هامش الدورة 8 لقمة الطلبة والشباب الأفارقة المنعقدة بالرباط على مدى 4 أيام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، دورة ينظمها اتحاد طلبة عموم إفريقيا تحت شعار مستقبل إفريقيا التحديات والأفاق بالنسبة للشباب. خديجة زروال ونورتين صابر.
قمة الطلبة والشباب الأفارقة تلتئم في فضاء تناقش فيه قضايا الشباب الإفريقي والتحديات التي تواجه هذه الفئة التي يعول عليها للدفع بعجلة التنمية بالقارة الإفريقية. أكثر من 100 طالب إفريقي من مختلف الدول الإفريقية وجمعيات طلابية إفريقية ومسؤولي الجامعات ووزراء وسفراء أفارقة حضروا حفل افتتاح هذا الملتقى الذي ستستمر أشغاله 4 أيام. إفريقيا هي المستقبل، وعلى شبابها أن يعطوا الفرصة من أجل أن يكونوا صناع قرار وليسوا فقط مستهلكين للقرارات، أن يكونوا فاعلين في دولهم، أن يكون لهم دور كبير في إطار تفعيل الدبلوماسية المشتركة والدبلوماسية المواسية. هذا الفضاء سنناقش فيه كل القضايا التي تهم الشباب الإفريقي من خلال تبادل الأفكار وطرح الإشكاليات التي ما زالت تواجه الشباب في القارة الإفريقية. سنحاول في هذا الملتقى خلق جسور التواصل بين كل جمعيات خريجي الجامعات، وهذا الهدف من الحضور هنا. إنها مبادرة جيدة. الملتقى الذي تنظمه الوكالة المغربية للتعاون الدولي والتي أنشئت عام 1986 قامت منذ سنة 1999 بتكوين 12 ألف طالبا إفريقيا ينتمون إلى 47 دولة إفريقية. وخلال الموسم الدراسي الحالي يتابع حوالي 14 ألف طالبا إفريقيا دراستهم العليا بالمغرب من خلال هذا التعاون. الوكالة وضعت التنمية البشرية في الصلب ديال البرامج ديال التعاون اللي تطور في إطار الرؤية السامية ديال صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، اللي حتى هو عطى واحد العناية خاصة للقارة الإفريقية حيث وضعها كمحور أساسي في السياسة الخارجية ديال المملكة. بالمناسبة تم إطلاق المنصة الرقمية خريج المغرب المحدثة من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي، حيث توفر هذه المنصة فضاء تفاعلي للنقاش وخدمات ذات قيمة مضافة تهدف إلى توحيد الطلاب والخريجين الأفارقة بالمملكة. ببروكسل أشاد اليوم الممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيسة المفوضية جوزيف بوريل بالعمل الذي يقوم به صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تحديث المغرب والتقارب مع أوروبا. وجاء ذلك في بيان صدر بمناسبة اعتماد المفوضية الأوروبية لفائدة المغرب برامج جديدة للتعاون تصل قيمتها إلى 389 مليون أورو لدعم المملكة من أجل مساندة الإصلاحات والتنمية الشمولية وتدبير الحدود والعمل على تطوير شراكة أورومغربية من أجل ازدهار مشترك. في أحوال الطقس، رياح أحيانا قوية من المستوى البرتقالي تهم عددا من مناطق المملكة ابتداء من منتصف الليلة القادمة وستتواصل حتى زوال غد السبت. وحسب نشرة جوية خاصة لمديرية الأرصاد الجوية الوطنية فإن هذه الرياح تهم عمالات وأقاليم طنجة، أصيلة، الفحصنجرة، المضيق، الفنيدق، تطوان، تازة، شفشاون، الحسيمة، الناظور والعرائش. حالة البحر هائج إلى قوي، قوي الهيجان في الواجهة المتوسطية وقوي الهيجان بالبوغاز، قليل الهيجان إلى هائج ما بين طنطان وبوجدور، ثم قوي الهيجان بباقي سواحل المحيط الأطلسي. جديد الاقتصاد ضمن الفقرة الاقتصادية مع ياسر العمراني. مساء الخير ياسر. مساء الخير نادية. إذن البداية معك ياسر من ميدلت وتتمين لسلسلة التفاح. بالفعل نادية، البداية بالمجال الفلاحي وتحديدا كما ذكرت نادية بإقليم ميدلت، حيث تم تنظيم المنتدى الأول للاستثمار في سلسلة التفاح. المنتدى يسعى إلى تتبين هذا المنتوج على مستوى الإقليم والرفع من تنافسيته وقيمته المضافة. ريبورتاج في الموضوع لوصال إمغري وأحمد الفاضلي. أزيد من 300 من الفاعلين في سلسلة التفاح يلتقون خلال هذه التظاهرة الفلاحية التي تعرف بفرص الاستثمار في هذه السلسلة، فضلا عن تقديم المشاريع النموذجية الناجحة المرتبطة بهذا القطاع سواء على الصعيد المحلي أو الوطني. كاين مجموعة من النتائج جد إيجابية. المساحة يعني ارتفعت من 8000 ل 16000
هكتار. الإنتاج كذلك يعني ارتفع من 160 ألف طن ل 440 ألف طن الحمد لله. كذلك يعني الطاقة ديال التخزين اللي ارتفعت من 4000 ل 65 ألف طن. التظاهرة كانت أيضا فرصة للتعريف بدعم الاستثمار في مجال زراعة التفاح بغرض خلق فرص الشغل لفائدة الشباب. وكما كتعرفوا هذه السلسلة فهي سلسلة مهمة اللي تعطت لها واحد الأولوية في إطار مخطط المغرب الأخضر، وهناك واحد العدد ديال المشاريع اللي استفدت منها هذه السلسلة هذه جا باش يكون لقاء ما بين المستثمرين وما بين الشباب وما بين أيضا الفلاحة والتعاونيات اللي كيستفدوا من هذه السلسلة هذه. إقليم ميدلت يتميز بمؤهلات جغرافية وظروف مناخية تجعله الوجهة المفضلة للاستثمار في سلسلة التفاح خاصة والقطاع الفلاحي بصفة عامة، حيث يتم إنتاج ما يفوق 300 ألف طن من التفاح سنويا بمعدل يفوق ثلثي الإنتاج الوطني. ودائما في علاقة بالمجال الفلاحي يواصل برنامج المثمر للمجمع الشريف للفوسفات حملته التحسيسية لفائدة الفلاحين. الحملة تهم موضوع الاستعمال المعقلل للأسمدة. عبد السلام الخلوي وإبراهيم الغوتي. إقليم تونات قطب كبير في إنتاج الحبوب والقطن وكذا الزيتون، دعامات قوية في الاقتصاد المحلي والجهوي. والمكتب الشريف للفوسفات في هذه المحطة ضرب موعدا آخرا مع فلاح المنطقة ضمن برنامج المثمر. كنا كنعرفوا الانجري، كنهزوا الانجري كنمشي للحوغة عشوائي في الأرض. دابا الحمد لله جنا تحالي ديال التربة ديال البلاد وليه الحمد، وقعت الامكانيات كيوريونا التحاليل هالتربه اش كيصلح لها وهالتربه اش كيصلح لها. عن قرب فريق تقني من المهندسين الزراعيين والخبراء قدم ايضاحات وشروحات للفلاحين تتعلق بانواع الاسمده واستعمالاتها في شتى الزراعات. اجاب كذلك عن اسئله المهنيين واهتماماتهم انطلاقا من العرض المتنوع للاسمده في السوق. اشرح الفلاحة شنو هما مبادئ التسميد العقلان اللي في الاخير غادي ندوزوا نشرحوا لهم الوحده الذكيه للسماد لانتاج السماد، واللي هي واحد الاله اللي تعتمد على مقاربه علميه. اليوم الحمد لله خرجت واحد الاله جديده اللي هي سمارت بلندر، يعني الوحده الذكيه اللي من خلالها الفلاح كيستافد اوتوماتيكمون من لاناليز فابور غراتويتمون، وكتعطيه داك الريزلت اللي بغاه هو. بقرية با محمد وبمعية المهندسين والمختصين وقف المشاركون وبالخصوص منهم الفلاحين على النموذج الذكي لتركيب خلطة الأسمدة الملائمة لأنواع الزراعات والمرتكزة على نتيجة عملية تحليل التربة. في الخبر الاقتصادي الدولي، أصدرت الصين قائمة أخرى من المنتجات الأمريكية التي ستعفى من الجولة الأولى للتعريفات الإضافية. وذكر بيان لجنة التعريف الجمركية أن هذه المجموعة الثانية من المنتجات الأمريكية المستبعدة من الجولة الأولى من الإجراءات الجمركية التي اتخذتها الصين ضد تدابير المادة 301 للولايات المتحدة. استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوى لها في 3 أشهر وتتجه صوب الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 6 سنتات، بينما تراجع خام عرب تكساس الأمريكي 6 سنتات كذلك. سجل الجنيه الاسترليني تعاملات هادئة لكن دون استقرار، وهكذا تراجع الجنيه الاسترليني دون 1.30 دولار مع تنامي المخاوف بشأن ما إذا كان من الممكن إبرام اتفاق قبل موعد نهائي صعب في دجنبر 2020. نتابع الآن النسب المحققة من جانب بورصة الدار البيضاء وإلى جانبها المؤشرات العالمية، أسعار النفط وأسعار العملات.
بهذه النسبة تنتهي اقتصادية هذا اليوم ونعود الآن إلى نادية. شكرا لك ياسر. ونعود إلى أكادير وهذه المرة مع مشاريع طرقية أعطيت انطلاقتها وأخرى في طور الإنجاز غايتها دعم البنية التحتية وإنعاش الحركة الاقتصادية بجهة سوس مساء. حجب تامك وعبد الفتاح زوين. بالمحور الطرقي الهيكلي الرابط بين أكادير والصويرة تم إعطاء الانطلاق لأشغال إعادة بناء وتوسيع منشأتين فنيتين بإيم والدار وأغرود على مستوى الطريق الوطني رقم 1، مشروع تم إنجازه بكلفة مالية تناهز 21.4 مليون درهم. هذه واحد الطريق مهمة جدا، هي طريق سياحية بامتياز وطريق تتعرف واحد الرواج كبير خاصة في الموسم ديال الصيف. احنا الان تقريبا في 42 كيلومتر صرفنا عليه 31 مليار ديال السنتيم من طرف وزارة الجهاز النقل واللوجيستيك والماء. محور طرقي هام سيساهم في تحسين الخدمة لمستعملي الطريق وتعزيز مؤشرات السلامة الطرقية إلى جانب التخفيف من حوادث السير بهذه النقطة التي تعرف اكتظاظا من طرف المصطافين خلال فصل الصيف. هذه القنطرة إلى توسعات تنقص علينا مساحة من حاجة، لأن كان هنا فيرا صعيب إلى وسع الطريق غادي تكون الرؤية واضحة، غتسهل علينا السياقة، غادي نتفادوا شحال من مشكل تيوقع لنا في الدخلة نتاع إيموادر. كيكون الغيس وداك الشيء كتكون الطريقة مكرفة شوية، دابا من غيصوبوها تكون مزيانة، وخلاص الطريق مزيانة هاد الساعة بعدا من كيصوبوها توسعات وداك الشيء مزيانة. زيارة ميدانية تأتي في إطار الوقوف عند مجموعة من المشاريع الطرقية التي أنجزت وأخرى في طور الإنجاز على صعيد عملة أكادير إدوتنان. افتتحت مساء أمس بمدينة فاس فعاليات الدورة السابعة للمؤتمر الدولي حول تاريخ الطب. المؤتمر يحمل عنوان النبوغ المغربي في الطب العربي، الطب في الدولة العلوية من خلال القرنين 18 و19. المؤتمر يهدف إلى تشجيع الطلبة على الاعتماد على تاريخ الطب في التكوين الأكاديمي والبحث العلمي. عبد المجيد حلاوي ومصطفى الزاهري. مؤتمر تاريخ الطب المنعقد بفاس يحتفي بالدولة العلوية التي عملت على تثمين التراث غير المادي وقدمت مساهمات عظيمة في الميادين العلمية والطبية والثقافية. المؤتمر يشجع الطلبة على الاستعانة بتاريخ الطب في مسارهم التكويني قصد ربط الماضي بالحاضر والمستقبل. لم يكن في المغرب فقط أطباء، بل كانوا أيضا كيماويون يقومون بتجارب هامة ويصنعون أدوية من الأعشاب، وكانوا يساهمون في التنمية الطب في المغرب بأبحاثهم وتجاربهم، وهذا شيء مهم يجب أن يتعرف عليه أطباؤنا وطلبتنا في كافة كليات الطب بالمملكة المغربية. برنامج هو برنامج غني بعدة محاضرات غادي تحاول تسليط الضوء على مساهمة ديال أطباء مغاربة خريجي قرويين. لا ننسى أن مدينة فاس هي فيها عاصمة العلمية، هي عاصمة العلمية للمملكة، فيها جامعة القرويين. سنحاول إبراز ولا إعطاء تسليط الضوء على خريجي هذه الجامعة. المؤتمر يكرم روح الطبيب عبد السلام العالمي، وهو طبيب معروف في القرنين 18 و19، يعد أحد أبرز أعلام جامعة القرويين بفاس. تنظيم مؤتمر تاريخ الطب في دورته السابعة يأتي تخليدا للذكرى 20 لتأسيس كلية الطب والصيدلة بفاس، 20 سنة من التميز والعطاء. تصدر المغرب ضمن 5 بلدان تصنيف لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المتعلق بتنفيذ التوصيات ذات الأولوية برسم سنة 2019. وذكر بيان نشر على موقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن المغرب والأرجنتين وبوركينا فاسو والدنمارك والسويد حصلوا على
أعلى درجة خلال استعراض متابعة تنفيذ التوصية ذات الأولوية الذي أجرته اللجنة الأممية. وأوضح المصدر ذاته أن المغرب حصل على الدرجة ألف من أجل اعتماده قانون حول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتفعيلها من خلال منح ولايتها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. في الخبر الدولي، أكثر من 80 قتيلا من قوات النظام السوري والفصائل المسلحة من جراء اشتباكات متواصلة بين الطرفين خلال 24 ساعة الأخيرة في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا. المواجهات تدور منذ الخميس الماضي كذلك في محيط مدينة معرة النعمان في ريف إدلب. من جهة أخرى، نددت الأمم المتحدة بمصرع حوالي 30 مدنيا سقطوا من جراء قصف قوات النظام وبتصاعد وتيرة الأعمال القتالية في إدلب. على وقع انهيار اقتصادي متسارع وتظاهرات شعبية غير مسبوقة، يواصل حسان دياب مشاوراته قصد تشكيل حكومة لبنانية جديدة. قال بشأنها دياب إنها ستكون من اختصاصيين ومستقلين في محاولة لامتصاص غضب الشارع، لكن يبدو أن مهمة رئيس الحكومة المستقل ستكون صعبة. إبراهيم المرزوقي. مباشرة بعد تكليفه من قبل الرئيس اللبناني ميشيل عون بتشكيل حكومة جديدة خلفا لرئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب أنه سيسعى لتشكيل حكومة من اختصاصيين ومستقلين تحظى بدعم المجتمع الدولي وتعالج الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان منذ مدة، وأنه سيوسع دائرة الاستشارات لتشكيل هذه الحكومة بأسرع ما يمكن. سوف أعمل جاهدا لتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن من خلال التشاور مع رؤساء الحكومات السابقين الذين سأستفيد من آرائهم ونصائحهم ومع الكتل النيابية وسائر النواب. دياب أكد أيضا أنه سينفتح على مطالب الحراك الشعبي، وكانت عدة مناطق لبنانية في العاصمة بيروت ومدينة طرابلس وعكار شمال لبنان قد شهدت أمس مظاهرات لعدد من المحتجين الذين قطعوا الطرقات الرئيسية واشتبكوا مع القوى الأمنية، ما أدى إلى إصابات في صفوف بعض المحتجين والقوى الأمنية. وقد دعا عدد من الزعماء السياسيين المحتجين إلى الهدوء وفتح الطرقات، وحذر سعد الحريري المحتجين من أن الأزمة التي يواجهها لبنان خطيرة ولا تحتمل أي تلاعب بالاستقرار والسلم الأهلي. في تطورات الأزمة العراقية، حدد المسؤولون العراقيون مهلة جديدة تمتد حتى الأحد القادم لتسمية مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة مع انتهاء المهلة الدستورية، ووسط تخوف من دخول البلاد في المجهول في ظل استمرار الاحتجاجات. ولم يتمكن البرلمان من منح ثقة إلى شخصية جديدة لرئاسة الوزراء. طلبت حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة المساعدة من 5 دول صديقة لصد هجوم القوات الموالية للمشير خليفة حفتر على طرابلس العاصمة. ويأتي هذا الطلب عقب أقل من يوم واحد على إعلان حكومة الوفاق الوطني الموافقة على تفعيل مذكرة تعاون عسكري وقعت مؤخرا مع تركيا. منح اليوم النواب البريطانيون الدعم الأول لاتفاق البريكسيت الذي توصل إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع بروكسل، بما يفتح الباب أمام خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير من السنة المقبلة. وسيستكمل المسار التشريعي بالخصوص بعد أعياد نهاية العام، إذ ترغب الحكومة في الحصول على موافقة نهائية في 9 يناير المقبل. الختام بورقة رياضية تنقلنا إلى منافسات الدور 15 من الدوري اليوناني لكرة القدم. تذكير بالعناوين: جلالة الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة التي انطلقت أشغالها اليوم بمدينة أكادير، ويؤكد جلالته على أن التطبيق الفعلي للجهوية المتقدمة يظل رهينا بوجود سياسة جهوية واضحة وقابلة للتنفيذ.
بأكادير دائما التوقيع على الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة الجهات لاختصاصاتها بين رؤساء الجهات الاثني عشر وعدد من الوزراء يمثلون مختلف القطاعات ضمن فعالية المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة. مستقبل إفريقيا، التحديات والآفاق بالنسبة للشباب، موضوع الدورة الثامنة لقمة الطلبة والشباب الأفارقة المنعقدة بالرباط برعاية ملكية سامية. مجموعة المكتب الشريف للفوسفات تواصل جولتها عبر المناطق الفلاحية في إطار آليتها المتنقلة المثمر إقليم تاونات، محطة للتوعية للاستعمال المعقل للأسمدة في زراعة الحبوب والأشجار المثمرة. شكرا لكم على المتابعة، إلى الغد إن شاء الله.